يواصل وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعيه هذه هي البحرين جولته في العاصمه الاسبانيه مدريد حيث زار كاتدرائيه سان فرانسيسكو الجراندي كونها تعد الاكبر في اسبانيا ولنقل تجربه البحرين في التعايش بين الاديان. زخرفتها بقدر حجمها تسر الناظر وتثير الدهشه هي قبه كاتدرائيه سان فرانسيسكو الجراندي الاكبر في اسبانيا ورابع اكبر قبه في العالم حيث يبلغ قطرها 33 مترا. تعد هذه الكاتدرائيه واحده من اهم معالم العاصمه الاسبانيه مدريد حيث لا يمكن للزائر ان يفوت مشاهدتها والدخول اليها كما ان وفد هذه هي البحرين لم يفوت زيارتها وكانت ضمن جدول محطته في مدريد للمضي قدما في تحقيق اهداف هذه المبادره البحرينيه العابره للحدود. الاهميه الحقيقيه بالنسبه لنا في مملكه البحرين من انشاء مبادرات مميزه مثل هذه هي البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هو ان جلاله الملك تبرع بقطعه ارض لبناء كنيسه ستكون الاكبر في المنطقه ما يعد دليلا على حرص مملكه البحرين بقياده جلاله الملك على تحقيق التعايش السلمي بين مختلف الاديان احنّا بنوصل حق المجتمع الدولي أن البحرين هي نقطة الارتكاز في منطقة الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص. هذا التنوع اللي ينتقل اليوم من مملكة البحرين إلى العواصم الأوروبية لإيصال هذه الصورة بعيدًا عن سموم الكراهية، بعيدًا عن سموم العنف، يعني هذا اللي احنّا نشوفها في المنطقة. تشهد البلدان اجواء من الانفتاح والتسامح كما وتتفقان على مبدا ضمان حريه المعتقد للجميع كحق يكفله القانون لذا دائما ما يتضمن الوفد ممثلين من السلطه التشريعيه لنقل النموذج البحريني الدستوري والقانوني الذي يكفل لكافه اطياف المجتمع ممارسه شعائرهم الدينيه بكل اريحيه مشاركتنا اليوم في هذه الفعاليه هي لتعريف شعب مدريد عن مدى التسامح اللي تعيشه مختلف الديانات، مختلف الجنسيات في البحرين اللي يتمتع بها شعب البحرين. بمثل هذه الزيارات يكتمل المشهد بالنسبه للمجتمع الدولي حول طبيعه المجتمع البحريني الذي يتمتع بحريه واسعه في ممارسه الشعائر الدينيه لمختلف الديانات. كنائس العاصمة الإسبانية مدريد، مواقع دينية جديدة تضاف لسجل زيارات وفد هذه هي البحرين. زيارات تمثل نقطة التقاء بين التجربتين البحرينية والإسبانية في التعايش والتسامح، وتدفع بمزيد من التعاون لنشر السلام ونبذ الكراهية. بسام البدوي لتلفزيون البحرين مدريد.